إلا أن فرقات البي تي إس مركزين فقط على عملهم بعد ما أضافوا بلد جديد لجولتهم العالمية Love Yourself Speak Yourself، وهي المملكة العربية السعودية يوم 11 أكتوبر. ويعتبرون هم أول نجوم أجنبيين على الإطلاق يخصص لحفلهم الملعب الكبير الملك فهد الدولي بالسعودية، والجمهور المغربي أيضا يطالب بحفل في المغرب لهذه الفرقة بعدما أطلقوا هاشتاغ BTS in Morocco متمنين من المعنيين الالتفات لطلبهم. وهم فعلا عندهم جمهور كبير بالعالم العربي.